طلب مسؤول الإسماعيلي من مسؤول النادي المصري البورسعيدي رفع عرض شراء محمد عادل لاعب الدرويش ل10 ملايين جنيه للموافقة على بيعه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية. وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي اتفق على عرض محمد عادل للبيع بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته البدنية والفنية بشكل مباشر دون الدخول في أي صفقات تبادلية لتحقيق الاستفادة المالية المرجوة لإنعاش خزينة النادي الإسماعيلي. ويشار إلى أن المسؤولين بالإسماعيلي تلقوا من قبل عرضا عن طريق سيراميكا كليوباترا لإجراء صفقة تبادلية بمنحهم اللاعبين أحمد محسن ومحمد حسن مقابل الحصول على خدمات اللاعب محمد عادل، لكن توقفت الاتصالات بعد دخول المصري البورسعيدي على الخط بقيادة إيهاب جلال وإبداء رغبتهم في ضم جوكر الدرويش محمد عادل.